فشل الجميع في إيقاف الحوثيين عن استهداف سفن الشحن والاحتلال الإسرائيلي بما فيهم قوة تحالف المهمة البحرية الدولية لحماية الشحن في البحر الأحمر والقصف الجوي المتكرر على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. هكذا تحدث تحليل جديد لموقع هيئة الإعلام الألمانية دوتشه فيله متسائلا حول إمكانية أن يؤدي الحوثيون دورا أكبر في صراع الشرق الأوسط. فبعد عام من الحرب أصبح الحوثيون أكثر قوة وكفاءة من الناحية التقنية وأكثر بروزا في محور المقاومة عما كانوا عليه منذ بداية الحرب، ونجحوا في تجاوز الحرب دون أن يتعرضوا لانتكاسات كبيرة. أما معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فينظر للأمر من زاوية أخرى ويقول إن الحوثيين يقدمون اليوم أداء عسكريا أفضل من جميع اللاعبين في المحور، حتى إن زعيمهم عبد الملك الحوثي ينظر إليه على أنه قد يحل محل زعيم حزب الله حسن نصر الله الذي قتل على يد إسرائيل الشهر الماضي. وبالعودة إلى التحليل الألماني، يشير التحليل إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على ضرب جيرانهم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نظرا لموقعهم القريب منهم، ويستطيعون تعطيل التجارة العالمية بشكل أكبر، وهو ما يذهب إليه كبير الباحثون في معهد الشرق الأوسط ميك مولروي الذي يؤمن أن الحوثيين بإمكانهم مهاجمة البنية التحتية لدول الجوار ومواصلة مطاردة سفن الشحن الدولية المتجهة إلى إسرائيل. في المقابل تعتبر جماعة الحوثي المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت مرمى نيرانها، بينما ذهب زعيم الجماعة في وقت سابق للإعلان بأنهم تمكنوا من استهداف 193 سفينة وأطلقوا أكثر من 1000 صاروخ وطائرة مسيرة على أعدائهم بما في ذلك إسرائيل دعما للمقاومة في غزة وحزب الله بلبنان، وهو التطور الذي أخرج كل هذه الأحداث إلى الواجهة.